بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي التجاري، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة. حلقة النهاردة بإذن الله تعالى مخصصة لطلاب الصف الثاني الثانوي التجاري في جميع الشعب في مدارس نظام الثلاث سنوات ومدارس التدريب والتعليم المزدوج شعبة النقل الدولي ومساعد فني إداري. أبنائي الطلبة، أهلا أهل أبناء الطلبة، إن شاء الله بإذن الله تعالى في الحلقة الأولى من حلقات المادة الإسرائيلية لمادة المحاسبة هنستعرض مع بعض مراحل أو إيه هي الخطوات والموضوعات اللي هيتم دراستها في العام الدراسي الجديد. قبل ما هنروح نستعرض مع بعض إيه هو الهدف من تدريس مادة المحاسبة لطلاب الصف الثاني، هنرجع مع بعض كده إلى العام الماضي، نظرا لأن هناك ارتباط وثيق الصلة بين المواد التي تدرس في التعليم الفني، وهناك ارتباط وثيق بين ما تم دراسته في مادة مبادئ المحاسبة بالعام الدراسي الماضي وبين ما سيتم تدريسه هذا العام. هنعمل مراجعة سريعة في عناصر بسيطة لبعض الموضوعات اللي هتشكل المنهج اللي احنا هندرسه السنة دي. تعالوا بينا نفتكر كده مع بعض، نرجع بالذاكرة بإذن الله تعالى، نسترجع مع بعض بعض المعلومات. درسنا في الصف الأول وفي الوحدة الأولى في وحدة مبادئ المحاسبة، عرفنا إيه هو تعريف المحاسبة، وأنا سامع حد من أبناء الطلبة والطلاب اللي بيشاهدنا دلوقتي بيقول وبيفتكر وبيقول إن المحاسبة لما درسناها عرفنا إن المحاسبة هي علم تسجيل، علم وفن تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية بطريقة سهلة وبسيطة. من خلال تعريف المحاسبة سموا هذا التعريف، سموا هذا التعريف التعريف القديم. سمع حد من أبناء الطلبة على الجهة المقابلة بيقول يا مستر ما في تعريف تاني احنا أخدناه، هو إيه التعريف التاني؟ التعريف التاني كان بيقول لي إن المحاسبة هي لغة للتعامل في كافة شؤون الحياة، ومن خلال هذا التعريف نقدر نعرف إن المحاسبة بتستخدم في كل القطاعات وفي شتى مناحي الحياة. وإذا خصصنا علم المحاسبة في المجال التجاري وفي المنشآت التجارية نلاقي إن المحاسبة بتفيد النشاط التجاري وبتفيد المنشآت التجارية في أربع استخدامات مهمة. الاستخدام الأول للمحاسبة داخل المنشآت كانت بتقول لهم إزاي يحددوا مصادر أموالهم، وكمان إزاي يقدروا يحددوا مين يدير نشاطهم. يبقى معرفة مصادر أموالهم وإدارة نشاطهم وتحديد أوجه استثماراتهم وفي الأخير اتخاذ قراراتهم على الشراء أو البيع، القدوم أو الإحجام على مشروع ما. كمان درسنا من خلال المحاسبة وعرفنا حاجة اسمها الطرق المحاسبية، وعرفنا ان كان من اشهر الطرق المحاسبية اربع طرق، زي ما انا سامع ابناء الطلبة والطالبات المتميزين المحبين للتعليم الفني بيقولوا ايوه يا مستر احنا خدنا في الترم الثاني الدرس الاول من دروس ماده المحاسبه كنا بناخد الطرق المحاسبيه، اللي بتقول ان الطرق المحاسبيه اربع طرق، الطريقه الايطاليه والطريقه الفرنسيه والطريقه الانجليزيه والطريقه الامريكيه. واحنا درسنا مقرر ماده المحاسبه في الفصل الدراسي الاول بالكامل وفقا للطريقه الايطاليه، وقلنا ان الطريقه الايطاليه بتمشي وفقا لمنهج اسمه نظريه القيد المزدوج اللي اسمها الدبل انتري، نظريه القيد المزدوج اللي بتقول ان كل عمليه لازم يكون لها طرفين، طرف مدين وطرف دائن وبنفس القيمه. وانطلاقا من نظرية القيد المزدوج وانطلاقا من الطريقة الإيطالية نستعرض ونشوف مع بعض ايه هي خطوات الدورة المستندة المحاسبية. الدورة المحاسبية كما حددتها الطريقة الإيطالية، كما حددت الطريقة الإيطالية الدورة المحاسبية حاجة اسمها المستندات. وبطبيعة الحال ايه هي المستندات؟ المستندات هي الفواتير، هي الإشعارات، المستندات هي إيصالات الكهرباء، هي إيصالات المياه، هي العقود هي العقود. كل هذه المستندات كنا بناخدها من خلال الطريقة الإيطالية ونبدأ نسجلها داخل ما يسمى بدفتر اليومية، وعرفنا إن دفتر اليومية سموه دفتر يومية لأنه عبارة عن سجل بتقيد فيه المنشأة العمليات التي حدثت داخل المنشأة أو التي حدثت داخل المنشأة يوم بيوم. عشان كده لما كنا بنيجي نسجل في دفتر اليومية ما كناش بنفرق بين العمليات اللي تمت في دفتر
الاخر اليوم ما كناش بنفرق بين هذه العمليات، هل هي عمليات نقديه ام هل هي عمليات اجله، هل هي عمليات راس مال، هل هي عمليات شراء ام هل هي عمليات بيع، لا احنا كنا بنسجل كل هذه العمليات مره واحده داخل دفتر اليوميه. ثم تاتي الخطوه الثالثه وهو اعاده التبويب العمليات الموجوده داخل دفتر اليوميه، بنرحلها الى ما يسمى بدفتر الاستاذ. يبقى دفتر الاستاذ تبويب لكل الحسابات المرتبطه بحساب واحد داخل دفتر الايه الاستاذ، وكنا بنرمز له بالرمز شكل حرف تي داخل هذا، مثل حساب الخزينه او حساب البنك، ويتم ترصيد هذا الحساب. كنا بنشتغل على اربع مهارات، كنا بنقول بنسطر، نسطر الاول دفتر، نسطر دفتر الاستاذ، نسطر بعد كده نرحل، لما نرحل نبدا نرصد، نبدا نجمع، وفي الاخير نبدا نفرق. الفرق اللي طلع من دفتر الاستاذ بنسميه رصيد، هذا الرصيد بنبدا منه الخطوه اللي بعدها في الدوره المحاسبيه وهي خطوه اعداد ميزان المراجعه. وانطلاقا من نظريه القيد المزدوج كنا بنسطر دفتر ميزان المراجعه على انه طرف مدين وطرف دائن وحسابات الارصده، واللي ننطلق من أرصدة ميزان المراجعة إلى إعداد ما يسمى بالقوائم المالية. زي ما احنا شايفين القوائم المالية دي بالطريقة الحديثة أو بالطريقة التقليدية كنا بنعمل حساب اسمه حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر. لو بصينا على القوائم المالية اللي احنا قمنا بدراستها في العام الماضي هنلاقي قائمة الدخل وقائمة حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية، وبرافو عليكم قائمة المركز المالي. كنا بنستخدم هذه القوائم الأربعة في نهاية الفصل الدراسي السابق، وانطلاقا من الدورة المحاسبية وانطلاقا من القوائم المالية هيبدأ معانا بإذن الله تعالى مقرر منهج مادة المحاسبة للصف الثاني الثانوي الباب الأول. الباب الأول هيشتغل معانا جزئية مهمة جدا وهي إعداد القوائم المالية، القوائم المالية السابق ذكرها اللي هي قائمة الدخل. فهنلاقي ان قائمة الدخل هنعرف من خلال محتوى المنهج ان قائمة الدخل دي قائمة بتحل محل حسابي المتاجرة والارباح والخسائر، وهنلاقي ان في هدف مهم جدا المنشأة بتعمله من خلال اعداد قائمة الدخل. فهنعرف من خلال صفحات الكتاب وبخصوصا في الباب الاول من كتاب مادة المحاسبة، هنلاقي ان الهدف الاسمى من اعداد قائمة الدخل هو الوصول الى نتيجة المنشأة من ربح او خسارة، والهدف أو نقدر نقول الهدف من قائمة الدخل معرفة مكسب أو خسارة المنشأة. وقلنا لأبناء الطلبة والطالبات إن علشان نقدر من خلال صفحات الكتاب نقدر نعمل قائمة الدخل، عندي قائمة الدخل بالطريقة المطولة وعندي حاجة اسمها قائمة الدخل بالطريقة المختصرة. فقائمة الدخل بالطريقة المختصرة لابد إن أنا أعمل ثلاث معادلات، الثلاث معادلات دول مهمين جدا. المعادلة الأولى بنسميها صافي المبيعات، بنسميها صافي المبيعات. وصافي المبيعات دي بنجيبها ازاي؟ بنجيبها عن طريق وضع مبلغ المبيعات ويطرح منه مردوداتها اللي هي بتسمى بالمردودات الداخلة ومسموحتها والخصم المسموح به. ثم تأتي المعادلة الثانية المكونة لقائمة الدخل بالطريقة المختصرة وهي ما تسمى بمعادلة صافي المشتريات. في صافي المشتريات بنقول ان المشتريات زائد مصاريفها، الكتلة اللي موجودة قدامي داخل الأقواس المشتريات زائد مصاريفها، دي لها مصطلح تاني، لفظ تاني هقابلني من خلال تمارين الكتاب اسمها تكلفة المشتريات، لان تكلفة المشتريات بتتضمن على ثمن الشراء بالإضافة الى المصاريف التي انفقت على المشتريات. سمح حد من أبناء الطلبة والطالبات بيهتف في أذني وبيقول لي يا مستر هل المصروفات دي هي نفس المصروفات اللي سبق دراستها في الصف الأول؟ أقول له بالفعل مفيش تغيير، ولكن هناك تناغم وانسجام بين عناصر المحاسبة في الصف الأول وفي الصف الثاني وفي الصف الثالث. فمصاريف الشراء هي نقل للداخل، رسوم جمركية على الواردات، تأمين على المشتريات، وعمولة وكلاء الشراء. دول على بعضهم بيسميهم تكلفة المشتريات، يطرح منها مردودات المشتريات ومسموحتها والخصم المكتسب. وهنعرف كويس من خلال صفحات الكتاب ان مردودات المشتريات دي لها اسم تاني اسمه المردودات الخارجة. برافو عليكم. بنروح للمعادلة اللي قبل المعادلة الاخيرة اللي هي تكلفة المبيعات. وتكلفة المبيعات دي بتقول لي ان انا باخد المبلغ بتاع صافي المشتريات اجمع عليه مخزون اول واطرح منه مخزون اخر. وهنعرف كمان ان احنا عشان نقدر نعمل قائمة الدخل لازم يكون عندي حاجة اسمها مجمل الربح. مجمل
الربح ده هو عبارة عن ايه؟ ببدأ أسطر قائمة الدخل، سطر قائمة الدخل زي ما أخذناها على شكل كشف اللي هو كلي وجزئي وخانة للبيان، ببدأ أحطه في السطر الأول، آخد صافي المبيعات، المبلغ الخاص بصافي المبيعات، أبدأ أخده وأحطه في السطر الأول من قائمة الدخل، تحت منه يظهر ما يسمى بتكلفة المبيعات، الطرح بتاع صافي المبيعات ناقص تكلفة المبيعات يديني مجمل الربح، إذا مجمل الربح هو الفرق بين صافي المبيعات وتكلفة المبيعات. بعد كده تاخدنا قائمة الدخل لعنوان اسمه يخصم منه، يخصم منه هنخصم ايه من قائمة، هنخصم ايه من مجمل الربح؟ هنخصم كل المصاريف، ايه هي المصاريف والخسارة؟ هنعرف ان عندي مجموعة كبيرة جدا من المصاريف والخسائر، وعايز اقول لحضراتكم بطبيعة الحال لماذا تخصم المصاريف في قائمة الدخل؟ احنا قلنا ان هناك قاعدة قانونية او نص قانوني، بيقول ايه النص القانوني؟ انه لا ايراد الا بمصروف، يعني ما ينفعش في المحاسبة ان انا احقق ايراد من غير ما يكون هذا الايراد بمصروف. فالمنشأة بتاعتي هلاقي عندي مصاريف كتيرة جدا هي بتبدأ تنفقها في سبيل الحصول على هذا الإيراد، هنلاقي من أهم هذه المصاريف الإعلان، الإيجار، المرتبات، المهاية، فواتير المية وفواتير الكهرباء ومصروف الإنارة، وعندي حاجة اسمها الديون المعدومة، والديون المعدومة هنتعالجها بشيء من التفصيل فيما هو آت، وعندي حاجة اسمها مخصصات الإهلاك والمخصصات بخلاف الإهلاك. بعد كده في تكوين قائمة الدخل كما سيعرضها الباب الأول من مكرر مادة المحاسبة هنلاقي إن بيروح لي على بند اسمه يضاف إليه، يضاف إليه يعني أنا بضيف كل الإيرادات والأرباح التي تحققت خلال السنة، كأن تكون المنشأة لديها عقار وقامت بتأجيره إلى مجموعة من الأشخاص، فإن العائد الذي ستحصل عليه بيسمى إيرادات، زي إيراد العقار أو إيراد أوراق مالية أو كوبونات أو الديون المعدومة المحصلة أو المخصصات بخلاف الإهلاك. حضراتكم الناتج النهائي من قائمة الدخل بعد طرح المصاريف وجمع الإيرادات يطلع ما يسمى بصافي الدخل. عايز أقول لحضراتكم على جزئية مهمة جدا من خلال قائمة الدخل، في عندي مبدأ محاسبي مهم جدا هندرسه مع بعض من خلال إعداد قائمة الدخل، وهو مبدأ يسمى مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات. فإذا كانت مجموع إيرادات المنشأة أكبر من مجموع المصروفات التي تنفقها فإنه الواقع العملي بيقول إنها تحقق أرباح، وبالتالي تكون صافي أعمال المشروع ربح. أما من خلال مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات، إذا كانت المصروفات التي أنفقت في سبيل الحصول على الإيراد تتخطى الإيراد أو أعلى من قيمته، ففي هذه الحالة سوف يتحقق صافي خسارة. وفقا لهذا المبدأ نقدر نسمي قائمة الدخل بقائمة نتائج الأعمال، يبقى إذا ممكن نسمي قائمة الدخل ومسمى قائمة نتائج الأعمال اللي بتبين نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة. بعد إعدادنا لقائمة الدخل هنروح لجزئية مهمة جدا وهي إعداد قائمة المركز المالي، وهنعرف كويس إن قائمة المركز المالي بتوضح لي أصول وخصوم المنشأة، وهنعرف إن كل ما تملكه المنشأة بيسمى بالأصول وكل ما على المنشأة بيسمى بالخصوم، وهنعرف إيه هو الهدف الرئيسي من إعداد قائمة المركز المالي. هنعرف إن الهدف المهم اللي بتسعى إليه المنشأة من إعداد قائمة المركز المالي هو الوقوف على المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين، وهنعرف بعد شوية ان التاريخ ده هو بيكون يوم 31/12، وبالتالي هنلاقي ان قائمة المركز المالي بمجرد اعداد قائمة المركز المالي واعداد قائمة الدخل واخذنا فكرة كبيرة عنهم في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي والباب الاول من مقرر الصف الثاني، نبدأ نتنقل بمحطة تانية من محطات قطار مادة المحاسبة عشان نروح ندرس الباب الثاني، الباب الثاني اللي بيعتبر وثيق الصلة بالواقع الخارجي وما يتم داخل المنشآت، وهو درس مهم جدا يسمى مشاكل القياس المحاسبي اللي احنا بنسميها التسويات الجردية. ومن خلال دراستنا للقياس المحاسبي ومشاكل مشاكل القياس والتقييم المحاسبي والتسويات الجردية هنبدأ نعرف مجموعة من المصطلحات، أهم هذه المصطلحات هو مصطلح اسمه مصطلح الجرد، وهنعرف ايه هو هنعرف معنى الجرد، ومن خلاله هنقدر نعرف كمان ايه هو الغرض من الجرد، وهنقدر كمان نعرف من خلاله ايه هو متى يتم اعداد الجرد او ميعاد الجرد. لو رحنا ببساطة شديدة جدا على معنى الجرد هنعرف ان الجرد هو عد
وحصر لممتلكات المنشأة في نهاية السنة المالية وبعد إعداد ميزان المراجعة وقبل إعداد القوائم المالية. وهنعرف إن أنا عندي 4 أغراض بتقوم المنشأة بتحقيقهم من خلال الجرد، وهو أول حاجة الوقوف على نتيجة المشروع من ربح أو خسارة، رقم 2 الوقوف على المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين، رقم 3 التأكد من صحة الأرصدة المدونة داخل ميزان المراجعة. بعد كده من خلال دراستنا لتعريف الجرد وعرفنا إيه هو الغرض من إعداد الجرد، هنروح نعرف هل يا ترى الجرد ده له ميعاد ولا ملوش ميعاد. هنقول بالفعل اتفق الرجال في النشاط التجاري وفي علم المحاسبة على إن الجرد له تاريخ نهاية سنة مالية، حيث تبدأ السنة المالية أول يوم في السنة الميلادية اللي هو 1/1 أو 1 يناير، وينتهي بنهاية السنة اللي هو 31 ديسمبر أو 31/12. بعد استعرضنا لمعنى الجرد والغرض منه وميعاد الجرد، هنروح لجزئية مهمة جدا في مشاكل القياس المحاسبي، وهي ما يسمى بجرد الأصول الثابتة. وعرفنا أبناء الطلبة والطالبات في الصف الأول أن هذا المصطلح امتداد لما تم دراسته في العام الماضي في الصف الأول. عرفنا أن الأصول الثابتة هي أصول بتشتريها أو بتقتنيها المنشأة بغرض استخدامها في الإنتاج وليس بغرض بيعها. يعني إيه؟ يعني حضرتك قاعد مع أحد جيرانك في جلسة، فبيقول لحضرتك أنا عايز أعمل مشروع، فإيه هو المشروع؟ قال لك والله أنا اتعلمت مهنة الخياطة وعايز أشتغل في الخياطة وأبدأ أفصل ملابس للأشخاص. فقلت له خلاص تعالى بينا ننزل نشتري لك إيه الماكينات. فروحنا اشترينا ماكينة خياطة، واشترينا ماكينة أوفر، واشترينا ماكينة تريكو، وماكينة تركيب زراير. هذه الماكينات عند شراؤها اقتنناها، لأن كلمة اقتناء أعلى من كلمة شراء، لأن في المعنى إن أنا بقتني الشيء اللي يقدر يقعد معايا سنوات كتيرة في استخدامه. هذه الأصول اللي اشتراها هذا الشخص لإقامة مشروع التفصيل اللي سبق ذكره، هذه الآلات أو هذه المكانات تعتبر بمثابة أصول ثابتة، لأنه لما اشتراها هو ما اشتراهاش عشان يعيد بيعها، هو اشتراها عشان يستخدمها في مشروعه. وهنعرف أن من أمثلة الأصول الثابتة عندي حاجة اسمها العقارات. العقارات بتنقسم إلى قسمين، برافو عليكم، زي ما أنا سامعكم بتقولوا بالظبط. العقارات عبارة عن أراضي وعبارة عن مباني. عندي تاني حاجة الأثاث والتركيبات، عندي الآلات والمعدات، عندي من ضمن الأصول الثابتة السيارات، وعندي أصول ثابتة غير مادية وغير ملموسة اللي هي زي شهرة المحل وبراءة الاختراع والعلامة التجارية. هنعرف مع بعض من خلال الشرائح الآتية إزاي هنقدر نعمل جرد للأصول الأصول الثابتة. قلنا حضرتك أول عايزين نعرف كده مع بعض حاجة مهمة جدا، إن حضرتك لما بتفكر تروح تشتري أي شيء ودي حاجة مسلم بيها، بنبدأ نسأل نفسنا سؤال. إيه هو السؤال؟ إيه هي عمر الإنتاجي اللي من خلاله الأصل ده هيعيش عني؟ وعارفين كويس إن إحنا النهاردة لما هنيجي نشتري أي حاجة وهنبدأ في استعمالها، أسمع منكم كده إيه اللي هيحصل ليه بمجرد قيامي بشراء هذا الأصل أو بمجرد استعماله. أنا هقول لحضرتك على مثال، هفترض أن أنا النهاردة اشتريت سيارة جديدة علشان أستخدم هذه السيارة. إيه اللي اشتريت السيارة النهاردة بقيمة 100,000 جنيه، بمجرد شرائي للسيارة أم 100,000 جنيه، إيه اللي هيحصل لقيمتها؟ هيبدأ يحصل لقيمتها إن قيمتها هتقل ولا هتزيد؟ هتقل بسبب الإيه؟ بسبب الاستخدام. وبالتالي هندرس مصطلح مهم قوي اسمه الإهلاك. إيه هو الإهلاك؟ الإهلاك هو النقص التدريجي في قيمة الأصل خلال سنوات عمره الإنتاجي. يبقى إذن الإهلاك نقص تدريجي في قيمة الأصل خلال سنوات عمره الإنتاجي، أو نقدر نقول الإهلاك هو النقص الفعلي الذي يحدث للأصل نتيجة استعماله أو استغلاله. وهنلاقي إن كتاب المدرسة بيستعرض معانا من خلال صفحاته ومن خلال التمارين اللي موجودة داخل كتاب المدرسة 3 طرق استخدمها الكتاب في عرض محتوى درس جرد الأصول الثابتة، وهي اسمها طرق حساب الإهلاك. هنلاقي إن طرق حساب الإهلاك 3 طرق. الطريقة الأولى بتسمى بطريقة القسط الثابت، والطريقة الثانية بتسمى بطريقة القسط المتناقص، والطريقة الثالثة بتسمى بطريقة إعادة التقدير. أدى 3 طرق، القسط الثابت والقسط المتناقص وطريقة إعادة التقدير. طيب
لو بصينا على طريقة القسط الثابت هنلاقي ان الكتاب بتاعنا اهتم وركز زيه زي الواقع العملي اللي موجود في السوق الخارجي بطريقة القسط الثابت، وادها قدر كافي من التمارين وادها قدر كافي من الموالاة داخل المنهج، لان طريقة القسط الثابت هي تعتبر من اكثر الطرق شيوعا، تعتبر من اكثر الطرق شيوعا وابسطها. ليه؟ لانها بسيطة في الحساب، اقدر بسرعة احسب القسط الثابت بعد استبعاد القيمة الخردة أو بعد استبعاد القيمة التخريجية أو بعد استبعاد ما يسمى بالنفاية. ودول ثلاث مصطلحات هيقابلونا باستفاضة في التمارين اللي هيعرضها كتاب المدرسة، سواء كانت هذه التمارين التي سوف يتم تقييم الطالب عليها، سواء كان بالطريقة التقليدية اللي هي عبارة عن تمرين ويقول لي بيّن أثر ذلك على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، أو على طريقة البابل شيت اللي هي أسئلة الإخطر وأسئلة الصح وخطأ. نروح للطريقة الثانية من طرق حساب الإهلاك اللي هيعرضها معانا كتاب الوزارة، وهي طريقة القسط المتناقص. طريقة القسط المتناقص بيزداد الأعباء اللي بيتحمل على الأصل بخلاف طريقة القسط الثابت. أما في الطريقة الأخيرة هي طريقة إعادة التقدير، وطريقة إعادة التقدير بتعني إن احنا بنقدر الإهلاك بقيمة الفرق بين قيمة الأصل أول السنة وقيمة الأصل آخر السنة، وتعتبر الطريقة الأكثر شيوعة زي ما احنا ذكرنا هي طريقة القسط القسط الثابت. بعد كده هنروح نعرف من خلال التمارين اللي احنا هنكون بشرحها خلال هذا العام، هنلاقي ان مجمل كل التمارين اللي موجودة في كتاب الوزارة سواء كانت بالطريقة الحديثة او بالطريقة التقليدية بتشمل موضوع الاهلاكات وجرد الاصول الثابتة، وهنلاقيها ان ادت موالاة واهمية كبيرة لهذه الاصول لانها بتشكل الاسس او الاساس التي تسير عليه المنشآت. فقالت ان الاصول الثابتة دي بيتم جردها بثلاث خطوات. فهنعرف مع بعض ايه هي خطوات جرد الاصول الثابتة. اول شيء بنسجل الاصل الثابت بالقيمة الدفترية، بنسجل الاصل الثابت بقيمته الدفترية في الاصول في قائمة المركز المالي. رقم 2 بنبدأ نحسب الاهلاك الجديد، الاهلاك الجديد للاصل، وانا زي ما انا سامعكم بتقولوا ان الاهلاك ده هو نقص تدريجي في قيمة الاصل خلال سنوات عمره الانتاجي، وله ثلاث طرق لحساب الاهلاك: القسط الثابت والقسط المتناقص وطريقة اعادة التقدير. طالما هنحسب الاهلاك الجديد واحنا قلنا ان الاهلاك ده يعتبر نقص في قيمة الاصل، وبما انه نقص في قيمة الاصل يبقى خسارة ولا مكسب؟ خسارة، وبما انه خسارة يجب ان يسجل مع الخسائر، وبالتالي لازم يسجل في قائمة الدخل يخصم منه. نروح للخطوة الثالثة اللي موجودة من خطوات جرد الأصول الثابتة، وهي نجمع الإهلاك القديم زائد الإهلاك الجديد ويطرح من أصله بالمركز المالي. هنلاقي ان تمارين كتيرة جدا داخل كتاب الوزارة بتستعرض موضوع دراسة خطوات الاصول الثابتة، وهنلاقي ان الاصول الثابتة اهمية كبيرة كما سبق ذكرها، وعايزين نعرف ان جميع الاصول الثابتة السابق ذكرها في المجمل كلها بتستهلك فيما عدا اصل واحد هو الذي لا يستهلك، وهو الاراضي. فالاراضي هبة من هبات الطبيعة التي خلقها الله للانسان وسخرها له، وبالتالي فهي لا تفنى بالاستغلال أو بالاستعمال. بعد ما هيستعرض الكتاب معانا ايه هي خطوات جرد الاصول الثابته، وهيستعرض معانا ايه هي الخطوات اللي هنستخدمها في جرد هذه الاصول، هيتنقل بينا المقرر لجزئيه تانية من اهداف تدريس مقرر من ماده المحاسبه، وهي جرد الاصول المتداوله. هنعرف في جرد الاصول المتداوله ان الاصول المتداوله دي هي الاصول اللي انا ممكن احول قيمتها الى سيوله، او اقدر احول الى قيمتها الى نقود، او اللي انا شاريها في الاصل بغرض الاتجار بيها، زي مثلا البضاعه، زي العملاء ان هم فلوس بقدر احولها، زي الاوراق التجاريه، زي الخزينه، زي البنك. بس ابنائي وبناتي قبل ما نقوم بدراسه الاصول المتداوله هنلاقي ان الكتاب بيلقي الضوء على مجموعه من الاسس والنظريات والمبادئ المحاسبية اللي هتشرح من خلالها جرد هذه الأصول المتداولة. هنلاقي ان الكتاب بتاعنا بيستعرض مجموع هذا الأساس المهم جدا، وهو أساس اسمه سياسة الحيطة والحذر. فسياسة الحيطة والحذر بتضع في اعتبارها ان المنشأة ستحقق في المستقبل خسائر وليس تحقق الأرباح، يعني هي بتحط في اعتقادها احتمال تحقق الخسائر وليس احتمال تحقق الأرباح، وبما انها هتحتمل تحقق الخسائر وفقا لهذه السياسة
فبالتالي يستوجب عليها انها تعمل مخصصات وتعمل احتياطيات كمبالغ في حصالة، عشان لما تبدأ تخسر تبدأ تعمل ايه؟ تبدأ تطلع من المبالغ دي وتبدأ نشاطها تاني. مبدأ تاني هندرسه من خلال الكتاب المدرسي في جرد الأصول الثابتة، وهو اسمه مبدأ الاستحقاق أو أساس الاستحقاق. وأساس الاستحقاق بيقول لي ايه؟ أساس الاستحقاق بيقول لي أن يجب أن تحمل السنة المالية بما يخصها من إيرادات أو مصروفات. أي مصروف اللي يخص السنة اللي بحمل به السنة هو اللي يظهر في قائمة الدخل، وما زاد عن السنة وما أو ما قل عن السنة ده يعتبر في حكم المقدم أو المستحق، زي ما هنعرف بعد كده. بعد دراستنا لسياسة الحيطة والحذر ومعرفتنا بأساس الاستحقاق، هنروح نشوف إن سياسة الحيطة والحذر هتغطي موضوع مهم جدا في شرح جزئيات المنهج، وهو ما يسمى بجرد الأصول المتداولة. أبناء الطلبة والطالبات، تعالوا نتذكر سويا كويس إيه هي الأصول المتداولة. هنلاقي إن أول بند من بنود الأصول المتداولة هو حاجة اسمها المخزون. والمخزون زي ما أنا سامع حد من أبناء الطلبة والطالبات بيقول يا مستر هل المخزون ده هو البضاعة؟ أقول له فعلا المخزون هو البضاعة، فعندي جرد بضاعة آخر المدة، هلاقي إن الكتاب بتاعي بيعرض في سياق صفحاته بيعرض ليا جرد المخزون ازاي؟ بيعرض ليا جرد المخزون وفقا لطريقتين. الطريقه الاولى من طرق جرد المخزون هي طريقه عد وحصر البضاعه، ان انا اقدر اعمل قائمه حصر البضاعه. فلما هعمل قائمه حصر البضاعه من خلال الكتاب، يعني معناها ان انا بجمع البضاعه اللي بتملكها المنشاه والبضاعه التي تكون ملك الغير، وبالتالي هنعمل جرد المخزون. هنجمع الحاجات البضاعه اللي بتملكها المنشاه ونطرح البضاعه المملوكه للغير. ازاي؟ هنبدا نجيب البضاعه الموجوده في المخزن ونبدا نجمع عليها كل البضاعه. حضرتك اشتريت بضاعه وما زالت بالطريق، حضرتك اشتريت بضاعه وما زالت بالجمارك، حضرتك اشتريت بضاعه ولا تزال في المواني، حضرتك اشتريت بضاعه وسبتها في الفروع. كل هذه البضاعه من خلال فواتير الشراء هنلاقي ان هذه البضاعه مملوكه للمنشأة، وبالتالي يجب أن تظهر مجموعة على رصيد البضاعة الموجود بالمخازن. بعد كده يطرح منها، هنلاقي أن بيطرح منها إيه؟ بيطرح منها أربع حاجات: البضاعة التلفة والبضاعة المباعة والبضاعة الرهن والبضاعة بصفة أمانة للغير. تلفة، مباعة، رهن، أمانة للغير، دي كلها بتطرح. بعد كده يطلع لي مبلغ، يخرج معايا مبلغ مخزون آخر المدة. أما وفقا لسياسة الحيطة والحذر، فإن جرد المخزون هيكون له سعرين. السعر الأول بنسميه سعر التكلفة، والسعر الثاني بنسميه سعر السوق. هيبقى عندي مقارنة بين سعر التكلفة وبين سعر السوق. من خلال المقارنة اللي هتتم بين سعر تكلفة البضاعة وسعر سوقها نقدر نعرف إذا كنا كسبنا في البضاعة أو خسرنا. فلو كان في مكسب وفقا لسياسة الحيطة والحذر، فهذا المكسب أو هذا الربح لا يؤخذ في الحسبان. أما إذا كان سعر تكلفة شراء البضاعة، هب مثلا إن حضرتك اشتريت البضاعة دي ب5000 جنيه، فكلفتها 5000 جنيه وسبتها في المخازن عند حضرتك، وفجأة لقيت سعر السوق ان البضاعة دي بتتباع ب5500 جنيه، فلما نيجي نبيع ايه اللي حصل؟ حصل زيادة في السعر. الطبيعي ان انا بشتري عشان ابيع عشان اكسب، وبالتالي وفقا لسياسة الحيطة والحذر فان ال500 جنيه الزيادة يعتبر ربح لا يؤخذ في الحسبان. اما لو كان سعر التكلفة ال5000، انا جيت ابيع في السوق لقيت ان سعر البيع او سعر سوق هذه البضاعة ب4800 جنيه، هنلاحظ ان السعر حصل له ايه؟ حصل له انخفاض. الانخفاض في السعر بيسمى هبوط في الأسعار، وبالتالي وفقا لسياسة الحيطة والحذر هيتم إعداد مخصص يسمى مخصص هبوط أسعار بضاعة. هنعرف من خلال منهجنا إزاي بنعالج مخصص هبوط أسعار البضاعة. كمان سياسة الحيطة والحذر هتنقلني نقلة تانية لدراسة موضوع تاني من موضوعات الجرد، وهو جرد أوراق مالية. عندي ثلاث دروس مهمين مرتبطين ببعض: جرد البضاعة وجرد الأوراق المالية. الأوراق المالية زي ما أنا سامع أحد أبناء الطلبة والطالبات اللي متابع معانا واللي كان بيذاكر في الصف الأول ومجتهد بيقول لي إن الأوراق المالية لها اسمين يا مستر. الاسم الأولاني تسمى بالاستثمارات، والاسم الثاني تسمى أسهم وسندات. بالفعل، برافو عليك، الاستثمارات أو الأوراق المالية أو الأسهم والسندات كلها لها جرد واحد، فهيبقى لها سعرين. معروف كده إن الأوراق المالية دي أو الأسهم والسندات بيتم التعامل فيها فين؟ برافو عليكم، بيتم التعامل فيها داخل بورصة أو سوق الأوراق المالية. وجدير بالذكر إن السنة دي
في عندنا في شعب هيبقى مثلا في شعبة التسويق عندنا مادة اسمها سوق الأوراق المالية، فهنعرف إن الأوراق المالية بيتم تداولها داخل بورصتين في مصر، بورصة القاهرة وبورصة الإيه؟ وبورصة الإسكندرية، فهيكون لها سعر في سعر الشراء وسعر في البورصة بمقارنة سعر شرائها اللي هو القيمة الدفترية بقيمتها في بورصة الأوراق المالية، هيطلع عندي احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول إن ممكن يكون سعر السوق اللي موجود في البورصة أكبر من سعر شرائها اللي هي قيمتها الدفترية، وممكن تكون سعر البورصة أقل من السعر اللي أنا اشتريت بيه، وممكن يطلعوا الاثنين متساويين. دول ثلاث حالات، ثلاث مشاكل من مشاكل القياس اللي هتواجهنا في جرد الأوراق المالية. المنهج هيعرضهم بشيء من التفصيل في تمارين متعددة، وعايز أقول لحضراتكم إن جرد الأصول المتداولة نال أهمية كبيرة زي نظيره في جرد الأصول الثابتة، وتناول الكتاب كل التمارين اللي بتبدأ من جرد المخزون وحتى جرد الإيرادات والمصروفات في طي صفحات كتاب المدرسة اللي هنستلمه العام ده من صفحة 41 وحتى صفحة 95. بعد كده بتتنقل بينا سياسة الحيطة والحذر إلى ما درس آخر وهو اسمه جرد الأوراق المالية التجارية. الأوراق التجارية كما يحدثني ويهتف في أذني أحد أبناء الطلبة اللي بيشاهدنا من خلال قناة مصر للتعليم الفني، بيقول لي يا مستر الأوراق التجارية هل هي السندات والكمبيالات؟ أقول له برافو عليك، الأوراق التجارية هي الكمبيالات والسندات اللي أنا لما بعت للعملاء بتوعي وليا فلوس عندهم، فأنا عشان أضمن حقي وهو يضمن إنه وأنا أضمن إنه هيسدد فكتبت عليه كمبيالة. هذه الكمبيالات والسندات لها جرد اسمه جرد الأوراق التجارية. ومن مشاكل القياس اللي هتقابلنا ان انا احيانا بعد ما باخد الورقة التجارية على العميل وبيقبل العميل دفعها بعد مدة معينة، وليكن ان احنا اتفقنا ان هذه المدة هتكون 3 شهور، يعني انا خدت كمبيالة على احد الاشخاص النهاردة وليكن اول شهر 9، وهو الكمبيالة دي هتستحق في نهاية السنة المالية في 31/12، يبقى انا المفروض انتظر بالكمبيالة دي قد ايه؟ انتظر بالكمبيالة 3 شهور. طب لو افترضنا ان انا جيت بعد اسبوع، انا كتاجر احتجت الى اموال او احتجت للفلوس عشان اتوسع في النشاط، هل من حقي انا كتاجر ان انا اروح للشخص اللي انا بعت له اللي هو اصلا المشتري واقول له اديني قيمة الكمبيالة؟ طبعا هنا القانون يرفض، لان انا ارتضيت وعرفنا في مادة السكرتارية العام الماضي ان الكمبيالة تدفع في تاريخ معين، ممكن الكمبيالة لو أنا احتجت فلوسها أعمل إيه؟ ففي الحالة دي هروح أعمل حاجة اسمها قطع للكمبيالة. يعني إيه قطع الكمبيالة؟ هيتناول كتاب الوزارة في هذه الجزئية وهيقول لي إن قطع الكمبيالة تعتبر بيع الكمبيالة للبنك قبل حلول تاريخ الاستحقاق، بيع الكمبيالة للبنك قبل حلول تاريخ الاستحقاق. بس البنك لما هيشتريها مني البنك مش هيديني نفس القيمة، يعني هنفترض إن قيمة الكمبيالة دي 5000 جنيه، البنك لما هياخد مني هذه الكمبيالة هو مش هياخدها مني بال5000 جنيه، ده البنك هيقول لي انا هاخدها منك ب4700 جنيه. حضراتكم شفتوا مقدار الفرق بين قيمة الكمبيالة الاسمية اللي هي مثبتة في هذه الكمبيالة اللي اتكتبت في الكمبيالة اللي بتستحق بعد 3 شهور، يبقى إذن قيمة الكمبيالة المدونة بها تسمى قيمة اسمية 5000 جنيه، هذه القيمة هي قيمة الكمبيالة مش النهاردة، ده قيمتها بعد 3 شهور لو أنا انتظرت عليها ال3 شهور. أما القيمة اللي البنك عطاها لي وقال لي إنها 4700 جنيه بنسميها قيمة الكمبيالة الحالية. فالفرق بين القيمة الحالية والقيمة الإسمية للكمبيالة دي مشكلة من مشاكل القياس هتواجهنا في جرد الأوراق القبض، وهنعرف إن اسمها مخصص الأجيو. كتاب المدرسة هيتناول بشيء من التفصيل، وخلال الحلقات القادمة بإذن الله تعالى هنبدأ نعرف مخصص الأجيو وإزاي بنقدر نعالج مخصص الأجيو، أو له اسم تاني اسمه مخصص القطع أو اسمه مخصص البيع. بعد دراستنا من خلال سياسة الحيطة والحذر اللي بدأت معنا بالمخزون ثم جرد الأوراق المالية ثم جرد أوراق القبض، هنروح لدرس مهم جدا هياخدنا بيه قطار محطات او محطات قطار منهج مادة المحاسبة المالية. هنلاقي ان احنا بندرس حاجة اسمها جرد العملاء، جرد العملاء. هنعرف ايه هو جرد العملاء، هنعرف مين هم العملاء، وهنعرف ان العملاء دول هم الاشخاص الذين نبيع لهم بالاجل. شخص اشترى مني بضاعة، انا بعت له بضاعة بس للأسف الشديد هو ما سدد ليش تمن البضاعة، يعني اصبح ايه؟ اصبح مدين بقيمة هذه البضاعة. اذا هلاقي ان من ضمن مسميات العملاء
حاجة اسمها العمال، اسمهم المدينون أو اسمهم الزمم، وجات زمم من منطلق زمة مالية. فإذا أنا عندي العملاء، عندي المدينون، عندي الزمم، دول لهم جرد مستقل. الكتاب المدرسي حدد لي إن الجرد إن العملاء دول عبارة عن ديون ليا في الشركة. هذه الديون هنقسمها لثلاث تقسيمات. لما نيجي نستعرض معانا في كتاب المدرسة هنلاقي إن الديون دول ثلاثة. أول نوع من أنواع هذه الديون هي ديون عند أشخاص أنا رحت طالبهم، سلام عليكم، عليكم السلام، أنت حضراتكم عليكم قيمة كمبيالة أو حضراتكم عليكم مبلغ مستحق الدفع النهاردة ب5000 جنيه، والله أنا ما معيش فلوس أسدد. دي اللغة الدارجة اللي موجودة بين التجار. طب ليه يا فندم مش عايز تسدد؟ والله أنا ما معيش أسدد. طب أنا هشتكيك؟ يقول له روح اشتكي، كده كده أنا أشهرت إفلاسي. هو أنت ما قرأتش في الصحف إن أنا أشهرت إفلاسي؟ وبمجرد إن أنا بشهر إفلاسي الفلوس اللي ليك دي بتسقط. إذن هعرف إن الديون المعدومة التي تنتج عن إفلاس أحد المدينون أو هجرته أو وفاته أو تركه للعمل، هنعرف إنها بتسمى ديون فقد الأمل في تحصيلها، ديون فقدنا الأمل في تحصيلها، وبالتالي بتعتبر في حكم الإيه؟ هنعرف إن شاء الله إنها بتعتبر في حكم الخسارة لما نروح ندرس الديون المعدومة ونعرف المعالجة المحاسبية المختلفة لها. النقطة الثانية في الديون، هم أشخاص عليهم ديون ليا بس مش منتظمين في السداد. يعني هو عنده ميعاد قسط، هذا القسط المفروض ان هو واجب السداد خلال مثلا يوم خمسة في الشهر، فجأة لقي جالي يوم 12، فجأة لقي ما جاليش الشهر وعدى الشهر اللي بعديه. فأنا من جوايا بينتابني إحساس الشك ان هو ممكن يدفع أو ما يدفعش، فبالتالي أنا بسميها ديون مشكوك فيها. وفقا لسياسة الحيطة والحذر هيتم تكوين مخصص اسمه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. مش عايزين نسبة الأحداث، وهنعرف المعالجة المحاسبية لثلاث حالات في مخصص الديون المشكوك فيها. إذا كان أكبر القديم، إذا كان بيساوي القديم، إذا كان أصغر من القديم. عشان كده عايزكم تتابعونا واتبعوا حلقات مادة المحاسبة على قناة ناصر للتعليم الفني وعلى قناة اليوتيوب الخاصة بالتعليم الفني، عشان ما يفتكوش ولا جزئية من جزئيات المنهج في مادة المحاسبة الشيقة واللذيذة. بعد كده هنروح للنوع الثالث من أنواع الديون من أنواع الديون اللي موجودة على العملاء. هنلاقي إن أنا عندي حاجة اسمها الديون الجيدة، والديون الجيدة هي ديون على أشخاص منتظمين في السداد، اللي احنا بنسميهم كده باللغه الدارجه ايه؟ ناس سمعتها زي الجنيه الذهب او سمعتها زي الجنيه الاسترليني. قبل ميعاد السداد بيوم الاقيه جايب لي قيمه الكمبياله او الاقيه جايب لي قيمه المبلغ اللي عليه. فهذه بنسميها الديون الايه؟ الجيده. والكتاب ما سابش جزئيه في هذه العناصر اللي انا شرحتها من غير ما يكون لها تقييمات وموضح لي ازاي سوف يتم التقييم فيها، سواء كان طريقة البابل شيت او عن طريق الامثلة العملية. بعد ما هنخلص جرد المدينون هنروح لجرد حاجة اسمها جرد الخزينة. الخزينة لا يتوقع وجود نشاط بدون وجود عمليات نقدية تتم عن طريق الخزينة. هنفترض حضرتك ان انا رحت اشتري سندوتش معين. لما بتروح حضرتك تشتري سندوتش معين، انت بتروح على الكاشير اللي قاعد على المكتب قدامه الآلة الحاسبة الكهربائية. حضرتك بتطلب منه سندوتشات، فهو بياخد من حضرتك الفلوس ويدي حضرتك، برافو عليك، بيديك البون. حضرتك بتاخد البون وتروح على الصالة بتبدأ تستلم السندوتشات بتاعتك. في نهاية اليوم الراجل صاحب المطعم ده زيه زي الشركة بتاعتنا هيبدأ يعمل حاجة اسمها جرد. هيبدأ يجيب العامل اللي قاعد على الكاشير ويقول له ايه، ويقول له عد لي الفلوس اللي موجودة عندك في الخزينة. هيبدأ يعد الفلوس، هيجمع الفلوس زي ما بتلاحظوا، فئة العشرة جنيه لوحدها، وفئة الخمسة جنيه لوحدها، وفئة المئة جنيه لوحدها، وفئة المئتين جنيه لوحدها. كل هذه الفئات بيجمعها ويبدأ يقول أنا عندي 50 ورقة من فئة 5 جنيه، وعندي 100 ورقة من فئة 100 جنيه، وعندي 10 ورقات من فئة 200 جنيه. يبدأ يضربهم في بعض ويجمع قيمتهم عشان يطلع له هو المبلغ اللي موجود في الخزنة. فهنفترض إن المبلغ اللي طلع موجود في الخزنة في ذلك اليوم كان 4000 جنيه. ال4000 جنيه دول إحنا عدناهم عدا ونقدا، شفناهم بعينينا وعديناهم. يبقى إذن ده اسمه رصيد، برافو عليكم، اسمه الرصيد الفعلي. هنعرف ان من ضمن مشكلات القياس اللي هتقابلنا في دراسة هذه الوحدة من مقرر مادة المحاسبة في جزئية الخزينة مشكلة مهمة، وهو عدم تطابق الرصيد الدفتري اللي هو عبارة عن البونات اللي موجودة مع العامل اللي في الصالة اللي بيبيع، بيتقارنوا مع الرصيد الدفتري. فلو كان مجموع المبالغ اللي موجودة في اوراق اللي احنا هنسميها في كتاب المدرسة بالرصيد الدفتري بتتفق وتتساوى مع
مع الرصيد الفعلي، يبقى اذا انا عند الموظف اللي قاعد على هذه الخزنه عنده امانه والشغل بتاعه صحيح والخزينه هنا تم جردها. طيب ماذا لو كان الرصيد الفعلي اقل من الرصيد الدفتري؟ يعني المفروض انا لما جمعت البونات او لقيت المبلغ اللي موجود في الدفاتر بتاعتي طلع 4500 جنيه، لكن انا لما جيت اعد المبلغ الفعلي طلع ب 4000 جنيه. هنا في مشكله، المشكله دي حصلت بسببها ايه؟ حصل نقص في رصيد الخزنه. فلما يحصل نقص في رصيد الخزنه يبقى دي مشكله من مشاكل القياس، هنعرف ان الكتاب بيعالجها تحت مسمى عجز الخزينه، وهنعرف حالات عجز الخزينه في حاله اذا كانت المنشاه هي اللي هتتحمل العجز، او اذا كانت المنشاه هي هتعتبره خساره، او اذا كان صاحب المنشاه هو اللي هيتحمله، او اذا كانت المنشاه هتحمله للموظف. دي كلها موضوعات هيتم دراستها في دراسه منهج السكرتاريه من خلال دراسه جزئيه جرد الخزينه. مشكله اخرى من مشاكل القياس في جزئيه في جرد الخزينه، وهو ان احنا ممكن نلاقي الرصيد الفعلي أعلى يعني أكبر من الرصيد الدفتري، وبالتالي طالما الرصيد الفعلي أكبر من الرصيد الدفتري يعني معناها وجود زيادة في الخزينة. وجود زيادة في الخزينة بترجع إلى إيه؟ بترجع إلى ضعف الرقابة الداخلية على الخزينة، لأن أنا ممكن أتوقع أن المبلغ ده يكون لأحد العملاء، وانا لو ما رجعتوش له فهيفقد الثقه في المحل بتاعي، وهتبقى سمعه المحل بتاعتي مهزوزه. وبالتالي لازم نبحث عن اسباب الزياده، زي ما بحثنا عن اسباب العجز في حالاته لابد ان نبحث عن اسباب الزياده ويتم رد الزياده. وفي حاله عدم معرفه اسباب الزياده هنلاقي ان كتاب المدرسه بيعرضها على انها ارباح. بعد كده هياخدنا مقرر المنهج وجرد البنك، لانه جرد من الاصول الثابته. من الطبيعي ومن البديهي ان كل صاحب عمل وكل تاجر له حساب جاري في البنك، بيروح يفتح حساب جاري في البنك. بمجرد ما بيفتح حساب جاري في البنك، البنك بيبدا يديله حاجه اسمها كشته التوقعات، بيوقع على 3 توقعات. بعد كده بيديله نموذج، بيديله دفتر الشيكات. دفتر الشيكات اللي موجود معاه هذه الشيكات بيوقع ويحرر عليها الساحب اللي هو صاحب الشيكات. فاذا هيتم تعاملات مستديمه بينه وبين البنك، وبالتالي البنك كل فتره زمنيه هيبعت له حاجه اسمها كشف الحساب. لابد ان احنا نقارن او نطابق رصيد البنك الوارد بكشف الحساب مع رصيد البنك الدفتري. هيظهر لي مشكله من مشاكل القياس في بعض الاحيان، عدم تطابق الرصيد الدفتري مع الرصيد الفعلي. هنشوف ان كتاب المدرسه مديها اهميه كبيره جدا لموضوع جرد البنك، وبيعرضه بطريقتين: طريقه اعداد مذكره التسويه، وطريقه الجمع والطرح في المصروفات والعموله. ودي هيلاقي لها تمارين خاصه بمذكره التسويه. وعايز اقول لابناء الطلبه والطالبات، احنا لسه في الحلقه الاولى من حلقات ماده المحاسبه، موضوع مذكره التسويه لحساب البنك ده موضوع سؤال تقويمي في الامتحان في بعض الاحيان الكثيره جدا اللي بتصل بنسبه 80%. ما يفضل واضع الامتحان ان هو يجيب سؤال اسمه سؤال مذكره تسويه حساب البنك. عايز حضراتكم تتابعونا وما تفوتوش ولا حلقه معانا باذن الله تعالى. بعد كده بياخدنا المنهج والمقرر للمحطه الاخيره في محطات جرد الاصول المتداوله، وهي جرد الايرادات والمصروفات. وجرد الايرادات والمصروفات هيتم وفقا او طبقا لايه؟ هيتم وفقا لجرد او وفقا لمبدا اسمه مبدا الاستحقاق اللي سبق ذكره مع مبدا الحيطه والحذر. قلنا ان اساس الاستحقاق بيقول ايه؟ انه يجب ان تحمل السنه الماليه بما يخصها من ايرادات او مصروفات بغض النظر انا دفعت المصروف او ما دفعتوش، انا قبضت الايراد او ما قبضتوش. هفترض ان حضرتك السنه الماليه زي ما احنا قلنا ان تاريخ اعداد الجرد 1/1 وتاريخ نهايه الجرد هو 31/12، فانا النهارده يوم 1/9 رحت استاجرت محل بايجار شهري 1000 جنيه لمده سنه ودفعت مبلغ منه. اذا ما يخص السنه وفقا لمبدا الاستحقاق كم شهر؟ ما ينفعش اقول ان انا دفعت المبلغ ده عن السنه كامله، انا متفق لايجار عن سنه، الشهر ب 1000 جنيه، يبقى ما يخص السنه وفقا لاساس الاستحقاق من اليوم اللي انا دفعت فيه واليوم اللي انا اتفقت فيه حتى تاريخ اعداد الجرد اللي هو 31/12. احنا اتفقنا يوم 1 ايه؟ 9، يبقى ما فيش عيب ان انا اعد على صوابع عشان ما غلطش، فهقول 9 بدا فاوله يبقى عده كله، يبقى اقول 9 و10 و11 و12. لو حضرتك عملتها طرح 9 من 12 هيطلع 3، لا احنا في المحاسبه طالما الشهر في اوله لازم نعده كامل، فهنقول 9 و10 و11 و12، وبالتالي هيطلع عندي ما يخص السنه من الايجار هو كم شهر؟ هو 4 شهور. وبالتالي ما يزيد عن السنه هنعرف انه له معالجه محاسبيه وفقا لاساس الاستحقاق يسمى بمقدم، وما يقل عن السنوي وفقا لاساس الاستحقاق هنسميه المستحق. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي التجاري، المحطة الأخيرة
من مقرر الفصل الدراسي الأول حاجة اسمها تكوين شركات الأشخاص. هنعرف من خلال المنهج بتاعنا يعني إيه شركات الأشخاص، الباب الثاني أو الجزء الثاني محاسبة شركات الأشخاص. هنعرف يعني إيه محاسبة شركات الأشخاص، وهنعرف إن شركات الأشخاص دي شركات بتتكون من شركات بتتكون من شخصين فأكثر، شركات بتتكون من شخصين فأكثر، ورأس المال بتاع ولها رأس مال بتكون هذه الشركة. فلو افترضنا ان انا هعمل شركة مع مجموعة من الشركاء، فاذا انا محتاج ادفع حصة في رأس المال. هنعرف ازاي طرق سداد الحصة في رأس المال من خلال مقرر مادة المحاسبة، وهنعرف ان انا عندي ثلاث طرق مهمين جدا في هنعرف ان انا عندي ثلاث طرق مهمين جدا لسداد الحصه في راس المال، وهذه الطرق مقسمه كالاتي: اول شخص من الاشخاص اللي عايز يدخل معايا الشركه قال انا هدفع حصتي نقدا، هدفع حصتي نقدا، مفيش مشكله خلاص، النقديه دي سواء كانت طريق نقديه في الخزينه او نقديه بالبنك انا ما عنديش مانع. شخص تاني هيسدد عينا، شخص تالت هيسدد اصول وخصوم. هنروح بعد كده المنهج للفصل الدراسي الثاني، بس قبل ما نروح للفصل الدراسي الثاني هنلاقي ان كتاب المدرسه بيستعرض مع حضراتكم جزئية مهمة، إن جايب لي في الكتاب المدرسي خمس نماذج شاملين الفصل الدراسي الأول، تشمل على الأسئلة المطورة اللي هي أسئلة بنسميها في مادة المحاسبة المطورة اللي هي نظام الاختيارات والاختر اللي هي بنسميها أسئلة البابل شيت أو بنسميها الأسئلة الموضوعية، وجايب لي أسئلة عملية متدرجة من السهولة إلى الصعوبة في جرد الأصول الثابتة والأصول المتداولة. أبناء الطلبة والطالبات عشان ما يفوتنيش أعرف حضراتكم إزاي بيتم التقييم أو إزاي بيتم الامتحان في مقرر الفصل الدراسي الأول. عايز أقول لكم إن مش همتحن في جرد الأصول الثابتة لوحدها ولا في جرد الأصول المتداولة لوحدها، لا، أنا بيجي لي تمرين شامل في أرصدة مدينة وأرصدة دائنة. من خلال الأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة بيبدأ يطلب مني خمس أو ست مطلوبات، بيديني نقطة خاصة بجرد البضاعة، نقطة خاصة بجرد الإهلاكات، ممكن يديني نقطة خاصة بجرد الخزينة. بيتم التبادل والتناوب بين أجزاء الأصول المتداولة داخل هذا التمرين. حضراتكم بكده يكون انتهى الفصل الدراسي الأول. نروح للفصل الدراسي الثاني، والفصل الدراسي الثاني فيه موضوعات مهمة جدا. الموضوعات دي امتدادا للفصل الدراسي الأول. عندي حاجة اسمها الحسابات الشخصية للشركاء، وهنعرف ان الحسابات الشخصية للشركاء هي حسابين، حساب اسمه حساب توزيع أرباح وخسائر، وحساب اسمه حساب جاري الشركاء. بعد كده المنهج هيستعرض معايا ويقول لي ان انا عندي موضوع درس مهم جدا، وهو ان الشركة بتاعتي قد في بعض هذه شركتنا في بعض من الأحيان قد تحتاج الشركة إلى إيه؟ إلى أموال. هذه الأموال التي تحتاج إليها الشركة بتحتاج للقضاء على المنافسة، أو بتحتاج إنها تزود رأس مالها، أو تحتاج إنها تخفض رأس مالها. فكان من البديهي إن كتاب الوزارة يشتمل على نقطة مهمة جدا، وهي نقطة تعديل رأس المال. وهنعرف إن تعديل رأس المال له طريقتين، يا إما عدل رأس المال بالزيادة، يا إما هعدل رأس المال بالنقص. رأس المال بالزيادة هنعرف إن له حالات هيستعرضها كتاب المدرسة معانا في إمتى أزود رأس المال وإمتى خفض رأس المال، وهنعرف إن زيادة رأس المال لها ارتباط وثيق الصلة بدرس آخر هناخده في الفصل الدراسي الثاني اسمه انضمام شريك. يبقى إذن رأس المال، زيادة رأس المال بيوازيها بالضبط انضمام شريك، لأن في حالة انضمام شريك أنا بضم شريك للشركة بتاعتي، الشركة بتاعتي لها منافسين، فأنا هعتبر إن الشريك اللي أنا هضمه ده منافس ليا، فأنا عشان أقضي على منافسته هضمه ليا للشركة. أو قد يكون الشريك اللي هينضم لشركتي مع براءة اختراع أو علامة تجارية، وأنا عايز أستفاد من براءة الاختراع أو العلامة التجارية، فهبدأ أضم الشريك إلى شركتي. أو قد أكون محتاج إلى أموال إضافية فهضطر أضم الشريك. اللي أنا مش عايزكم تنسوه إن هذه الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. بعد ما هندرس موضوع الانضمام هنلاقي على النقيض التام موضوع دراسي اسمه موضوع الانفصال. الانفصال بيوازي بالضبط الدرس الأخير في الدرس في تعديل رأس المال اللي هو تخفيض رأس المال. يعني أنا أقدر أقول التخفيض بيساوي الانفصال. ليه الشركة هيتم الانفصال الشريك؟ انفصال الشريك ممكن يكون وفاته، أو ممكن يكون هجرته، أو ممكن يكون اعتلال صحته، الشريك أصبح مريض ومش قادر يشتغل، أو انعدام الثقة. سواء كان في حالة الانضمام أو في حالة انفصال، هنلاقي إن كتاب المدرسة بيستعرض في سياق صفحاته في الفصل الدراسي الثاني وبيقول لي إن أنا عشان أضم شريك أو عشان أفصل شريك أنا مش هضم شريك كده ولا من غير ما لابد إن أنا انتدب خبير، بيتم انتداب خبير من خارج المنشأة لكي يتم إعادة تقدير
أصول وخصوم منشأتي، فإذا هيبقى عندي أصول، هذه الأصول ممكن قيمتها تزيد وممكن قيمتها تقل. عرفنا أن أي أصل قيمته بتزيد يبقى ربح، وأي أصل قيمته بتنقص يبقى خسارة. هناك خصوم، ممكن ألاقي التزامات جديدة ظهرت على الشركة فتبقى خسارة، هناك التزامات نزلت من على الشركة فتبقى ربح، وبالتالي عندي أرباح وخسارة، فيتم إعداد حساب يسمى حساب أرباح وخسائر إعادة التقدير، من خلاله يتم توزيع الأرباح سواء والخسائر، سواء كان في حالة الانضمام أو في حالة الانفصال. وهنلاقي إن الكتاب بيستعرض وبيقول لي إن في فروق جوهرية بين الانضمام والانفصال في حل التمرين بالنسبة لحضرتك. الانضمام زيه زي الانفصال في طريقة حل التمرين، ولكن الاختلاف الوحيد أنه في حالة الانضمام أن الشريك المنضم ليس له علاقة بالحسابات القديمة اللي هي بحساب إعادة التقدير. أما الشريك المنضم بيظهر فين؟ هنلاقي إن الشريك المنضم فقط بيظهر في الميزانية أو في قائمة المركز المالي وفي حساب رأس المال، ولا يوجد له ظهور على الإطلاق في إعادة التقدير لأنه لسه الشريك بينضم. إحنا عملنا حساب إعادة التقدير عشان نقدر حصة الشريك، وهنلاقي إن الكتاب المدرسة بيعرف في جزئية الانضمام إن إما الشريك المنضم ده هيدفع حصة جديدة أو هيشتري حصة من الشركاء القدام. أما بالنسبة لجزئية الانفصال، فالفرق بينه وبين الانضمام زي ما احنا كنا عشان نكمل كلامنا أن الشريك المنفصل هيظهر في حساب إعادة التقدير لأنه هياخد جزء من الأرباح أو الخسائر، وهنعمل حساب اسمه حساب الشريك المنفصل ولا يظهر على الإطلاق في قائمة المركز المالي أو في الميزانية العمومية. بعد ما هندرس تعديل رأس المال والانضمام والانفصال، هنروح للباب الأخير وهو باب من باب المفاجآت. بتنتهي القصة في النهاية، تنتهي قصة الشركة في النهاية، وينتهي عرض الكتاب معانا بنهاية كما لا نتمناها. هذه النهاية هي نهاية على العكس تماما مما احنا بدأنا، إن هيتم بيع ممتلكات الشركة، وهيتم بيع تصفيق، وهيتم بيع أصولها وخصومها. في الآخر هنعرف ان عشان نقدر يتم بيع اصول الشركه وخصومها لابد ان احنا هنعين شخص اسمه المصفي، اللي بدوره بيقوم بتحويل هذه الممتلكات او بتحويل ممتلكات الشركه الى نقود سائله. الى نقود سائله، هذه النقود السائله توضع في حساب يسمى حساب ايه؟ حساب التصفيه. بنبيع كل اصول الشركه وبنشوف ايه الالتزامات اللي عليها، فبيتم اعداد ثلاث حسابات مهمين جدا. الحساب الأول اسمه حساب التصفية، والحساب الثاني اسمه حساب البنك، والحساب الأخير هو حساب رأس المال. في حساب التصفية هنلاقي إن كتاب الوزارة بيستعرض معانا في نهاية أبوابه إن إزاي بنعمل حساب التصفية، إن بيتم تجميع كل الأصول اللي بتمتلكها المنشأة وبيتم وضعها في الجانب الأيمن وتمن بيعها في الجانب الأيسر. حساب البنك بيتم من خلاله سداد كافة الديون اللي موجودة على المنشأة. أما في النهاية هنلاقي عندي حساب رأس المال اللي من خلاله بنبدأ نشوف حساب بنود التصفية وتوزيع الحاجات اللي باقية على الشركاء. أبناء الطلبة والطالبات، في درس التصفية في أنواع كتيرة جدا للتصفية. هنعرف إن عندي حاجة اسمها التصفية البسيطة وعندي حاجة اسمها التصفية التدريجية. الكتاب بتاعنا ماشي على نظام التصفية البسيطة، وهنعرف إن من خلال دراستنا لدرس التصفية وهو الدرس النهائي في مقرر منهج الصف الثاني الثانوي التجاري، هنعرف إن أنا عندي هنلاقي إن عندي شريك معسر وشريك ميسر، يعني معناها إن في شركاء ممكن يشيلوا الشريك من هذه الشركاء. بنهاية درس التصفية يكون انتهى مقرر تدريس مادة المحاسبة للصف الثاني، ونكون وصلنا للمحطة الأخيرة من محطات قطار تدريس مادة المحاسبة للصف الثاني الثانوي. أبناء الطلبة والطالبات، إلى وعد بلقاء جديد يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.